الخبير العسكري اللي انا بشرك على النصيحه بس انا مش بيتفضل مش بيتفضل انت كلمه اتفضل انت الكلب هشرح لشيء خلصت وهالمره هاكد خلصت وفشلت. ابو يوسف ماشي بالشارع شفت حلوه بتركض رحت اركض. مين هو الابو بالسياسه يا ابو المفاهيم؟ حاولتني. وهل نطلق الابو فقط على ابو قتادة وابو محمد وكل مين له لحية مشطة؟ يا سيدي لقب ابو فلان او ابو علتان هو ضرورة سياسية. السبب انه من فترات العمل السياسي السري كان النشطاء يطلقوا على حالهم اسماء ابو خالد ابو علي ابو عصام للحماية من الملاحقة. ايوة. وطبعا كانوا الابوات يتسموا وفقا للتوجه السياسي، فكان في ابو لينين وابو خالد للشيوعيين، وكان في ابو عروبه وابو ثوره وغيره من الابوات للبعثيين، وابو تموز وابو اليسار للقوميين، وهلم جرا. واستمرت هذه الظاهره بعد خروج الاحزاب من العمل السري الى العلني، فضلوا ابوات. ومع الوقت راح لقب الرفيق وضل الابو، مثل الرفيقين الاكثر شهره في السبعينات والثمانينيات، ابو عدي صدام حسين وأبو سليمان حافظ الأسد. بس بعدين صار أباسي. أبو باسي القائد يا أبو الجيبين العالي، تسلم وتصوم بلدنا من غدرات الليالي. وبعدين صار أبو بشار يلي شو ما صار بينادوله العالم يا حزرك شو أبو حافظ. والأبو كمان يا سيدي دائما أقوى من الاسم، تعمل خوش بوش. يعني مثلا حسن نصر الله صار أبو هادي، وهو مشهور بهدوءه. لن تستطيع أنت ولا أباؤك ولا أجدادك بهدوء تماما. ولزيدك من الشعر بيت، بسوريا لما بدك تروح على شي دائرة حكومية لتطلب شي طلب من تحت الطاولة بتقول للموظف بيسلم عليك أبو سارية مع غمزة، أو بسلم عليك أبو قاسم أو أبو حسن وهيك، أو بسلم عليك أبو باسل شخصيا بورقة من الألف ليرة. وهالأيام بسوريا ممكن الواحد يمرق على الخط العسكري بمجرد أنه يقول للعنصر الواقف على الحاجز بسلم عليك أبو عمر أو أبو حسين حسب الحاجز. يا عيني على التعايش المشترك بشروحاتك يا أستاذ. ما عم أجيب شي من عندي، شلح الشعب من الأبو بيرجع شعب واحد. إذا فيها شلح لنطلع فاصل لك. إيه وين بدي أقولها هي تبع تابعونا على الفيسبوك وعملوا لنا لايك وشير. هلا بدي أقولها. سجلت خلصت. طيب تابعونا.